الحقيقة طبعا هو كان مهتم جدا بأنه يخلق جيل جديد أو يعلم جيل جديد من الجيل الصغير أصول الفن، خلينا بنقول يعني أصول الفن. كان أب قبل ما يبقى فنان، كان أب ومعلم وفنان على خشبة المسرح. أنا أتذكر لي موقفين معايا أو مواقفه طبعا لا تنتهي، بس موقفين كانوا مؤثرين جدا. أنا نتيجة أن المسرحية كانت بتخلص الساعة 3 و4 الصبح، وأنا كنت في مدرسة أجانب رهبان يعني، فكنت ما بقدرش أواصل اليوم طبعا الدراسي غصب عني، كان ممكن أنام غصب عني في الفصل. وبمرور حد من مديرين المدرسة شافني أنا نايم يعني، فبعت لي جواب رفض، فاخدت الجواب وخبيته في الشنطة ومعرفتش أروح أوريه لأهلي، لأن لو وريتهم مش هينزلوني المسرحية طبعا. فخليت الجواب في شنطتي، ولما رحت المسرحية، بالمناسبة هو كان الفنان فؤاد المهندس بنالي على خشبة المسرح أوضة مستقلة تماما عشان أسمع دوري وأقعد أذاكر، يعني أبقى قريب من الخشبة أسمع دوري أطلع وأبقى في نفس الوقت قاعد بذاكر. وجاب لي سرير وجاب لي مكتب وجاب لي، هو اللي عملهم يعني، هو اللي قررهم بنفسه. وفضلت الأوضة دي موجودة في على مسرح الزمالك فترة طويلة بعد ما خلصنا مسرح. رحت شفتها، رحت زرتها يعني. فخدت الجواب ورحت له، قلت له على فكرة حصل 1 2 3 وأنا جالي جواب رفض. قال لي هنكمل الدور بتاعنا عادي خالص، والجواب ده بتاعي وأنا هتصرف، وبكرة تروح مدرستك عادي. ما فهمتش هروح المدرسة إزاي وأنا مرفوض أصلا، مش هيدخلوني. فروحت المدرسة الساعة 7:30، كان هو واقف على باب المدرسة الساعة 7:30. يا سلام يا سلام. واخد الجواب ودخل بيه وقابل الفريرات دول الأجانب، فرير مكتب، فجايب معاه مترجم كمان عشان يترجم له. والرهبان ما كانوش فاهمين يعني، هم يعني لقوا الدنيا كلها اتقلبت جوه المدرسة على حد فيمس دخل، بس هم مش عارفين هو مين، لأن هم ما بيعرفوش. طبعا أجانب. فطبعا لما قعد معاهم وشرح لهم الموضوع، هم ما كانوش مش متخيلين انه الكلام اللي بيقوله ده ممكن ينفع في طفل عنده 5 سنين و6 سنين، ما ينفعش. فراحوا للمسرحية تاني يوم وكان حاجز لهم اول صفين. الله الله. طبعا هم جايين ما بيسهروش هم اصلا، فحضروا اول فصل ومشيوا. وتاني يوم عملوا لي تكريم في المدرسة ووفروا لي كل سبل الراحة عشان اقدر اشتغل في الفن. ده ما سابش تفصيله غير لما عملها عشان يقفل لك البند ده. ده حقيقي. هو القائد الناجح في اي مجال هو دايما بيبقى كده يعني، بياخد باله من اللي بيشتغلوا معاه كل جوانب حياتهم. فهو كان فعلا مثال، لان حتى اللقاءات اللي اتعملت مع الممثلات اللي هم الاطفال اللي كانوا في هالة حبيبتي، كلهم كانوا بيجمعوا ان هو كان اب اكتر كمان ما ممثل يعني بيمثلوا معاه. فهو فعلا كان فنان عظيم، الله يرحمه فؤاد المهندس.